شفت الشهداء بتموت، الانجليز بيبهدلنا، فتميت اموت شهيد وانا عندي 11 سنه. فقلت مش هتموت شهيد الا لما يتذبح اليهود بالسكينه ويذبحوك بالسكينه مش بالسلاح. فاخترت السلاح الصعقه رغم ان انا اتجنيت حظ جمهوري، وهو معجزه تم تغيير السلاح من حظ جمهوري الى الصعقه. تحت تدريب قاسي وعالي وواطي جدا، موتونا في التدريب عشان نبقى رجاله، موتونا والله العظيم اقسم بالله العظيم. استاذي قاعد ومعلمي سيد لؤلؤ والنجا ان الحركه تنزها بالنسبه للتدريب، الحروب كلها والعمليات نزها بالنسبه دي باللي عملوه فينا. مش هتكلم كتير على عمله فينا عشان نحافظ على الوطن، مش هتكلم على عشرات العمليات اللي قمت بيها مع زمايلي في رجال الصعقه وتدمير عشرات الدبابات ومدرعاتها والمشاركة لحد 66 والاستنزاف في اكتوبر. يعني الحمد لله شاركت في اربع حروب اللي هم بيننا وبين اسرائيل بناقص 48 كان عندي حوالي اربع خمس سنين. هتكلم عن العمليه الاخيره بس اخر عمليه عشان اوري ابنائي واحفادي كيف يكون الدفاع عن العرض والشرف والارض. واللي مش عاجبه كلامي يبص لجيراننا اللي حوالينا، يبص لسوريا وبص لليبيا وبص للعراق وبص لليمن.